كانت افضل في السابق لكن نتوقع نتامل من الله فتره العيد يتحرك الوضع شوي كان في ركود تجاري غريب بتشوف الساعه اليوم مثلا بلشت الناس تتحرك شوي تقبل على المحلات التجاريه بدانا نرى تقدم في الحركه التجاريه رغم من الاوضاع الماديه الصعبه لكن دائما في الاعياد الناس تتحرك اكثر وتتسوق ومن أجل إدخال البهجة والسرور لأطفالنا وأتمنى يعود هذا العيد بالخير والسعادة على الأمة الإسلامية جميعا على الأطفال خاصة شكرا هذا العيد للأطفال نعم شكرا لك والله أجواء الحمد لله مليحة وطيبة والناس مبسوطة وكيفية وهذا هو عمالي كل الناس بتيجي عمالي بتصير أول بأول كلها عمالة تشتري حاجيات العيد ماشي بالصلاة على النت شو الكلمة توجه فيها للمسلمين؟ أنا أقول إن شاء الله لكل الإسلام كل عام وأنتم بخير إن شاء الله السنة الجاية تكون سلام والناس مبسوطة وراضية وكيف شكرا لك كيف الأجواء شايف إياها؟ الحمد لله بخير في حركة عم تحسن شوي لسه الناس بلشت تطلع وفي أجواء بلشوا شيء يبين يعني شايف انه في اقبال احسن من هاي الايام؟ اكيد دائما كل عيد وكل فتره الشكل دائما الشيء بيتغير عاده بالاعياد انتم بتشتغلوا بشكل منيح؟ اكيد يعني هاي مناسبه الناس تصرفوا على حالها مناسبه يعني تكون بياكلوا بيصرفوا بيشربوا يعني مش زي كيف ايامات عاديه يعني مش اكيد مش طبيعي كيف الاجواء؟ شايف انه في حركه منيحه الناس كثير عم تطلع عم تتشافوا يعني الحركة بالأخص بتشافين اليوم في الظهر لسه في كتير حركة يمكن الواحد بده يتحرك بالبلد بده نص ساعة يطلع من البكاك بده كتير وقت في زحمات شديدة في زحمة كتير المحلات التجارية مليئة بالناس شايف انه كتير في حركة أكثر من مرات يعني انت شاعر انه هذا العيد فيه أعباء أكثر شوي من الأعياد الثانية دائما الوضع المالي بشكل عام يعني تداور عند الكل يعني كيف كله بحكي بس شايف انه في حركه وفي اقبال يعني شو الكلمه بتوجهها للناس؟ عام الخير للجميع وان شاء الله ينعاد على الجميع بالخير والبركه انا النائب الاستاذ مسعود غنايم يعني نحن نتواجد في المجمع التجاري في سخنين كيف شايف الاجواء ابو خالد؟ اولا اود ان اقول كل عام والجميع بألف خير وارجو من الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من عتقاء شهر رمضان أن نكون جميعا ممن بلغهم أجر شهر رمضان المبارك الأجواء طبعا أجواء عيد أجواء احتفالية وأجواء فرح وسرور وأرجو من الله أن تترجم أيضا لأجواء أكثر من الترابط الاجتماعي والأسري بين الناس حتى يكون العيد رافعة لعلاقات اجتماعية أكثر متانة بين الناس لأننا حقيقة بحاجة إلى ذلك وأود أيضا أن أقول ملاحظة بهذه المناسبة أن العيد هو صحيح هو للزيارة والمزاورة بين الناس وإعادة العلاقات التي تكون قد انقطعت وفي ذلك وهذه سنة الرسول عليه الصلاة بل وفريضة وخاصة إذا تحدثنا عن صلة الرحم ولكن كل مظاهر الإزعاج في العيد كل المظاهر المخلة دعني أقول بالآداب من مفرقعات وغيرها علينا أن نصل إلى درجة كبيرة من الوعي بحيث نمنع هذه الأشياء أو نوعي أبنائنا منها وكلنا قادر على ذلك حتى يعود العيد عيد بالفعل ونفرح ولكن بقدر بضوابط معينة ضوابط أخلاقية ودينية معينة حتى نحافظ على الروابط الاجتماعية بيننا أقول أخيرا تقبل الله منا ومنكم جميعا الطاعات وكل عام وأنتم بخير شكرا لكن أستاذ يعني كيف شاعر أنه هذا العيد هل فيه بهجة كيف الأجواء شايف إياها الأجواء الحمد لله مريحة رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي ما فيش للأسف الشديد
الماديه سيئه، بنتامل ان يتحسن الوضع الاقتصادي العام ان شاء الله. شو الكلمه توجهها للناس اليوم؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله بنروح السنه الجاي العيد بكون السلام عم في بلادنا. شكرا لك استاذ. يعني حضرتك من كوكب موجود هنا في سخنين، كيف شايف لي الاجواء في البلد؟ ممتاز جدا. شايف في حركه في البلد؟ في حركه كثير منيحه. شو الكلمه اللي بتوجهها للجمهور؟ بنعيد عليهم بنسلمين وطني يطلع عون على الخير ورمضان كريم وان شاء الله ينعاد علينا خير وسلام ان شاء الله. شكرا. بسام حمولي اسم احسن تصور. هذا كل عام انتم بخير. انتم بخير. كيف شايف لي الاجواء في البلد؟ منيحه والله. يعني الحركه كلها بس خفيفه مش يعني كيف بالبلد بشكل عام، كيف شايف الاجواء؟ احتفاليه يعني الناس مبسوطه هيك وبتنتظر بفارغ الصبر العيد. انت كرب عائله كيف الاوضاع مرقت هذا الشهر؟ شوي صعب يعني؟ مش طلعك انا لاني مش متعود اصوم كل مره على يسمع يعني بصوم او مرق علي ايام صعب للحم وحاجات من الشيء طبعا بتطلع. بالنسبه للوضع المادي كيف شعرت فيه هذا الشهر؟ كان فيه رمضان وعيد وفيه فوتة المدرسة كل شيء. طلع اللي بيشتغل وبتعب بوفر كل شيء. شو بتقول للجمهور؟ كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم سالمين ان شاء الله. انتم بخير للجميع. الوضع الحمد لله ممتاز، بس عادة اهل البلد وغير البلد كله بيستنى بدقيقات السيد. يعني لو انه الوضع او اجوا ابكر شوي بكون احسن وافضل، بس الحمد لله ممتاز. انتم شايفين انكم مضغوطين شوي؟ طبعا اخر يوم ليلة عيد، يمكن ليلة قبل العيد ما ظلش وقت يعني، كل الناس تيجي تخلص حالها وتشتري. ممتاز. في عندكم انتم بتراعوا الناس في خاصة في هالمناسبة؟ للعياد احنا عملنا حوالي مينيموم 50 اخوز منحة. وضع عاطل، شعرنا بهذا الشيء من قبل اسبوع وعشرة ايام ما في الشغل، عملنا 50% و60% تخفيض تنجيب قديش ممكن من عدد كبير من الناس. فالحمد لله. شو الكلمة بتوجهها لأهل البلد؟ كل عام قريب ألف ألف خير، وسنة يا رب هن سالمين والناس كلها لبعضها، ورمضان كريم والحمد لله. شكرا لك. شكرا لك.